هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي اس اي موبلر دينتالي. مطلب بالخروج من العراق. بكتيريا من يوتوبوري. أهلا بكم. دعوة لخروج القوة العسكرية السويرية الموجودة في العراق من هذا البلد، مطلب دعا إليه بعض قادة الميليشيات العراقية ومن بينها حزب الله العراقي. الناطق باسم الحزب ويدعى محمد محي قال للتلفزيون السويدي: يجب على جميع القوات الأجنبية مغادرة العراق بما في ذلك السويد، لكن في مقابل هذا المطلب فإن العديد من السياسيين العراقيين يقولون إن الدول التي تلعب دورا إيجابيا مثل السويد يمكن أن تستمر قوتها في العراق. مع كثرة التساؤلات حول شروط تحويل الإقامة المؤقتة إلى دائمة في السويد، مصلحة الهجرة توضح أنه إذا كان بإمكانك إثبات قدرتك على إعالة نفسك من خلال وظيفة تفي بعدة متطلبات ستتحول الإقامة إلى دائمة، ومن هذه المتطلبات أن يكون اللاجئ بدأ عمله قبل انتهاء صلاحية تصريح الإقامة المؤقت، والموافقة على تحويلها إلى دائمة مقترن بأن يكون لديه عقد عمل صالح لمدة عامين على أقل تقدير. عملاق صناعة الاتصالات السويدية إريكسون رهن المزيد من التحقيقات، هذه المرة من الصين. السلطات هناك قررت التحقيق مع الشركة بشأن رسوم الترخيص التي تتقاضاها إريكسون من شركات تصنيع الأجهزة المحمولة الصينية. التحقيق قد يفضي إلى أن تدفع الشركة غرامات كبيرة. 481 حالة اتجار بالبشر مشتبه بها تم الكشف عنها من قبل سلطات الهجرة في السويد العام الماضي، هو أكثر بما يقرب من 100 حالة مقارنة بالعام الذي سبقه. الاتجار بالبشر لأغراض جنسية هو الأكثر شيوعا من بين تلك الحالات، 3 حالات تتعلق باستغلال الناس في سوق العمل. بكتيريا تحمل اسم ثاني أكبر مدن السويد، إنها بكتيريا يوتوبوري التي جرى اكتشافها في العام 2014، وساهمت جامعة يوتوبوري نفسها باكتشاف خصائصها. طبعا خصائص البكتيريا التي تم العثور عليها لأول مرة في جرح شخص مصاب بأحد المشافي تعتبر هي جزء من عائلة السالمونيلا، والتي ترتبط بتسمم الطعام وأمراض المعدة. نسبة بقايا الطعام في وجبات الغداء التي ترمى في سلة مهملات العديد من المدارس البلدية والمدارس التمهيدية في السويد تتراوح بين 60 إلى 70 جرام لكل وجبة، ولذلك انطلقت مبادرة من إحدى المدارس لتقليل هدر الطعام. فمدرسة سكاباسكولان في هودرينجي قررت صنع أطباق جديدة من الطعام المتبقي بدلا من التخلص منه. ما رأيكم بهذه المبادرة؟ إلى فقرة السوشيال ميديا، مشاهدين الكثير من التعليقات والتفاعل طبعا على خبر الكومبس حول مطلب بعض الميليشيات العراقية بسحب السويد لقواتها من العراق، بين من اعتبر أنه مطلب محق وبين من أكد على أهمية وجود القوات السويدية لتدريب الجيش العراقي. فلنتابع بعضا من هذه التعليقات. رباح الشمري يقول: أول شيء هي مقوات، هي عبارة عن مجموعة ضباط ومراتب معلمين يدربون الجيش العراقي اللي شاف أنواع الحروب. طبعا السويد ما شافت أي شيء من هذه الحروب. حسان بلاباكي يقول: ليش لا، الشعب ما عاد بده حكي فاضي وتدخل خارجي. أما علي شاكر فيقول: يابا ترى السويد مو لسواد عيون العراق، رايحين هناك، رايحين على أغنى بلد بالعالم في بترول، في نفط، في مصالح. أيضا الموافقة على طلب تحويل الإقامة إلى دائمة مقترنة بأن يكون لدى اللاجئ عقد عمل صالح لمدة عامين على الأقل أقل تقدير، طبعا تفاعل مع هذا الخبر الكثير من متابعي الكومبس، منهم من استهزأ قائلا: هل هناك عمل أصلا؟ فلنتابع.
نهاية أسبوع سعيدة، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اس اي موبلر، دينتالي.